أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. اليوم رح نحكي مع حلول فصل الصيف. دائما منضلنا نعيد ونزيد عن مدار الشمس، واقي الشمس كيف بدنا نستخدمه عن سرطان الجلد لا سمح الله، طبعا الله يبعده عن الكل. رح تكون معنا اليوم الدكتورة فريدة طنوس، أخصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمعالجة بالليزر. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك، كيف حالك؟ صباح الخير. أهلا، صباح النور. دكتورة، بدنا نحكي عن منافع ومدار الشمس. دائما بنحكي قديش الشمس مضر، ودائما بننصح انه الناس يبتعدوا عن الشمس، بس خلينا نفوت شوي نتعمق بالموضوع، شو منافع وشو مدار الشمس؟ هلا الشمس لها منافع كثيره، لها كثير تاثير على النفسيه ومزاج الشخص. لها طبعا اشعه الشمس اللي بتوصلنا، كمان بتعطينا الحراره والدفء على كل الكره الارضيه. لكن اذا فكرنا بمدار الشمس، في كثير مدار للشمس، وعاده لو قارنا المدار مع المنافع يمكن يتساوي، ويمكن شوي المدار تزيد اكثر من المنافع. الشمس ترسل اشعه كثير كبيره، سبيكترم تبع الشمس كثير كبير، وفي جزء مهم كثير بيأذينا اللي هو الالترا فايلت ريز او الاشعه الفوق البنفسجيه. والاشعه الفوق البنفسجيه عاده هي ثلاث انواع، في منها نوع A وفي B وفي C. الاي اللي هو الالف، الالترا فايلت اي، اللي هو اطول انواع الامواج الالترا فايلت، وهو بوصل للكره الارضيه على كل الاماكن، حتى في اخفض نقطه مثلا في البحر الميت بتكون الالترا فايلت اي كثير نسبه عاليه. في الترا فايلت بي اللي هي بتيجي كموجه بالنص بين الاي والسي، هي اللي بتسبب الحروقات والتان، وهي عاده بتوصل للكره الارضيه بكميه منيحه، لكن ممكن لانها اقصر من الاي ممكن تنحجب اذا مثلا كان اليوم ما فيه كثير، كان في كثير سحب بنقول، او مثلا في مناطق كثير منخفضه زي البحر الميت ما في الترا فايلت بي، ما عم توصل لانها كموجه اقصر من الترا فايلت اي. هلا بالنسبه للسي، سي اصلا ما بتوصل للكره الارضيه، لكن في اماكن معينه بسبب وجود الثقب في طبقه الاوزون، مثلا مثل فوق استراليا، قارة أستراليا، في أكبر ثقب لطبقة الأوزون، توصل هناك أشعة الألترا فايلت سي. هاي ثلاث أنواع هي أنواع الضارة. هلا طبعا أكيد الشمس تعطي سبيكترم أو كمية كبيرة من الأشعة الأخرى، إحنا بنشوف، إحنا أكتر شيء بنشوف الفيزيبل لايت أو الضوء المرئي اللي إحنا بنشوفه، لكن كمان في أشعة إكس راي، في إنفراريد حرارة، في أكتر، في مايكروويفز، في أكتر من نوع من الإشعاع. إحنا اللي بيهمنا واللي بيأثر على الجلد هو الاشعه الفوق البنفسجيه. الاشعه الفوق البنفسجيه اللي هي مضره، هي لها اضرار كثير كبيره. اضرارها اكثر من منافعها ممكن، اكيد هي ما لها منافع قد ما هي لها اضرار. اضرارها هلا منافعها ممكن تكون مفيده لبعض انواع الامراض الجلديه. في بعض الانواع احنا بنعالجها عن طريق الالترا فايلت، لكن عاده بتكون بطرق بجرعات من الاشعه مدروسه، محكومه، كميات مدروسه حسب الحاله، وطبعا بتكون حالات مرضيه مش لكل الناس. لكن اضرارها كثيره، بتبلش من انه تحرق الجلد، لانها بتعمل بتغمقه، لانها بتعمل كلف ومشاكل تجعيد. طبعا اكيد بريماتشور فوتو ايجينج بسموه، اللي هو الشيخوخه المبكره للجلد من الاشعه الفوق البنفسجيه. زائد اهم من كل هذا زي ما ذكرتي في المقدمه، ما بتسبب سرطان للجلد، وهذا طبعاً مشكله يعني كبيره، وكل ما لها عم تتفاقم وعم بتزيد اضعاف واضعاف كل سنه، نتيجه انه الناس ما عندها وعي كافي لمدار الشمس وقديش ممكن تسوي سرطانات جلديه. صحيح. طب خلينا نحكي عن واقي الشمس، كيف نستخدم واقي الشمس؟ هلا واقي الشمس عباره عن كريم يجب على كل الناس يستعملوه. في يعني فكره سائده انه بس الصبايا او الستات بعمر معين هم اللي بيستعملوه، وفقط بفكروا انه بس نروح على المسبح. هي الفكره من واقي الشمس انه يحمينا من هالاشعه هاي اللي هي الاشعه الفوق البنفسجيه اللي حكينا عنها، سواء الاي او البي. هلا استعمال واقي الشمس لازم يكون لكل الاشخاص، الاطفال قبل الكبار، لانه 80% من الاشعه اللي احنا تعرضنا لها لجسمنا واللي بتاثر علينا سلبا بيكون الشخص تعرض لها قبل ما يصير 18. 80%، وهذا رقم كثير كبير، من الاشعه بناخذها قبل عمر ال 18. هذا بياكد انه لازم احنا نوعي اطفالنا ونوعي الجيل الجديد انه يتعود يستعمل واقي الشمس بشكل يومي وبشكل دوري ليحافظ على جلده. طبعا واقي الشمس زي ما قلت اطفال، كبار، رجال ونساء لازم يستعملوا الواقي. والفكره السائده انه بس بالمسبح، هذا فكره خاطئه. لازم نستعمل الواقي في كل
الأوقات في كل المواسم حتى شتاء وصيفا. وإذا الأشخاص كمان عندهم قابلية لأي مشاكل جلدية أو تحسس كمان، لأنه في كتير أمراض تحسسية بتصير من الأشعة، كمان لازم يحطوا الواقي حتى عنده يعني داخل البيت زي ما بحطه خارج البيت. يعني احنا بس عشان نوضح، يعني داخل البيت نحط واقي على وجهنا؟ هلا اذا كانت المشكله مش مرضيه وكان البيت مش كثير مشمس، يعني ما في كثير نقول شبيك او منطقه، يعني مش كثير هون حنكون كثير ستريكت او كثير نشدد على الموضوع، لكن الناس اللي عندها مشاكل يعني مشاكل مرضيه من الاشعه هاي اكيد بننصحهم يحطوا داخل البيت، وبالذات بيوتهم مش مسه كثير، يعني كلها شبابيك عم تدخل اشعه كثير، او في ترسات، يمكن في حديقه، يمكن في سيده بطبيعه حياتها اليوميه بتطلع مثلا ممكن تطلع تقضي بعض الاعمال المنزليه برا البيت، اكيد كمان بننصحها تكون حاطه واقي للشمس. هلا الواقي كمان في كثير طرق عشان نعرف كيف نحطه، لازم ينحط كميه منيحه منه، كميه منيحه عم نحكي تقريبا قد نص معلقه شاي تكون للوجه ومع الرقبه، وممكن كمان نحط، ما ننسى منطقه الايدين اللي بتتعرض لاشعه الشمس. الكميه هاي لازم تنفرد بشكل متساوي على كل الاماكن بالجلد، ولازم تنحط نص ساعه قبل ما نتعرض للشمس. احنا عندنا فكره انه خلص الصبيه بتحطها الواقي وبتطلع مباشره في مشوارها او بتطلع على شغلها يمكن ما هاش وقت، بس ما بيكون اشتغل واقي الشمس. عاده لازم ينحط 20 ل 30 دقيقه قبل ما يتم التعرض للاشعه. طب دكتورة، إذا كنا طالعين ليوم طويل مثلا كل قد ايه لازم نجدد؟ هاي هي النقطة اللي كنت بدي أذكرها مايس، إنه مهما كان نوع واقي الشمس ما بيحمي أكثر من 3-4 ساعات، فلازم دائما نجدد. أنا بقول للمرضى كل ساعتين ثلاثة حتى تكون يعني دائما عبال ما يرجع يشتغل كل ساعتين ثلاثة يكون الطبقة الأخرى اللي انحطت تكون اشتغلت، حتى المريض يكون تحت حماية كاملة كل الوقت، بالذات إذا طالع نهار طويل يوم جمعة مثلا بهالطقس الحلو هيك مشوار بالشمس، أكيد لازم يضله يجدد كل 3 ساعات على المناطق المعرضة للشمس، على الوجه، على الرقبة، على الإيدين، حتى يكون في حماية كافية، ما يصير أي مشاكل، لا تحسس، لا كلف، لا نمش، لا شيخوخة مبكرة، وبعيد الشر ما يصير أي نوع من أنواع سرطانات الجلد. إن شاء الله. في عنا اتصال دكتورة روان من عمان. ألو روان. ألو ألو مرحبا. أهلا، لو سمحتي ممكن احكي معك؟ تفضلي، بس تعلي لنا صوتك شوي، صوت بعيد. ايوه مرحبا. اهلا، تفضلي دكتوره فريده معك. تفضلي روان. اهلا وسهلا. لو سمحتي بسالك، والدتي عندها هاي البقعه البيضه اللي بتيجي فوق العين، وهي تشبه البهاق بس مش بهاق، بتيجي على الجفن بالضبط، ومزعجتها كثير يعني، وعملت فحص الدهنيات. فحص الدهنيات معناته شكلها شكلها ترسب دهنيات على الجلد، هي منطقة حول العيون، منطقة الجفون، مناطق كتير شائعة فيها ترسب أنواع دهنيات معينة بالجلد، ومسميها زانتيلازما بالإنجليزي، هي عبارة عن بتكون أعلى من مستوى سطح الجلد، مش على نفس المستوى بتحسي فيها، وهي عادة بتكون مزعجة يعني. مزبوط. هي وبس بدي اسألك اذا في لها علاج او كيف ممكن تروح؟ اهم شيء انه اتاكد ما في لها سبب داخلي. 50% من المرضى اللي عندهم هاي الزانتيلازما بيكونوا عندهم كوليسترول او دهنيات عالية في الدم، فبهمنا اول شيء نعمل فحوصات نتاكد ما عندها كوليسترول عالي عشان يكون السبب، اذا موجود نقدر نعالجه، اذا ما في سبب وهي من 50% الثانيين اللي بصير عندهم هاي المشكله بدون ما يكون الدهنيات عاليه، بيكون سببها ايديوباثيك احنا بنسميه، او يعني بدون سبب. طبعا بكل الاحوال هاي او هاي لازم تعالج. في اكثر من طريقه، في ممكن نستعمل احماض قويه كتقشير للدهنيات هاي، او ممكن ننزلها بالليزر، جلسة واحدة عادة بالليزر بتكون تحسنت بشكل كتير كبير. شكرا لاتصالك. شكرا روان. شكرا لك. نرجع لموضوع واقي الشمس. السؤال اللي أسألك يا دكتورة، هو الواقي إحنا بنشوف عليه أرقام في 50 70 90، كيف شو معناها هاي الأرقام؟ هاي الأرقام اسمها SPF Sun Protection Factor، هو عبارة عن نسبة الحماية من الأشعة، لكن هذا الرقم الـ SPF هو أكثر مربوط بالـ UVB اللي حكينا عنها، اللي هي الألترافايلت بي، هي قديش بحمي من الألترافايلت. هي لها طريقة طبعا كيف تقاس، إنه إحنا عادة بنقارن الجلد
الجلد قديش احمر بجرعه معينه من الترا فايلت بي باستخدام واقي وبدون واقي، وبنقيس كنسبه قديش احمر اكثر مع بدون الواقي عن الواقي، وبالتالي بيطلع هذا الرقم. هلا يعني كان زمان في كثير، كان في نشوف احنا اس بي اف 70 و80 و100. حاليا احنا اذا يعني انتبهنا في الاسواق بشكل عام، كل الجمعيات اطباء الجلد العالميه اتفقوا انه عاده تكون الرقم المتعارف عليه 50 و50 زائد، يعني 50 بلس، لانه اصلا نسبه الحمايه فوق ال 50 بتكون فروقات بين ال 50 وال 60 وال 70 وال 100 فروقات كثير كثير بسيطه، لا تتجاوز بنحكي عن 1 ل 2%. فتم الاتفاق انه يكون نسبة الحماية كاس بي اف 50 بلس. هلا هاي بتحمي من الالترا فايلت بي. كمان لازم ننتبه لما نشتري واقي الشمس يكون طبي، ننتبه على وجود دائرة مكتوب جواها الترا فايلت اي، انه هذا يكون برود سبيكترم، هل الواقي الشمس يكون بحمي حماية شاملة من زي ما حكينا من نوعين الالترا فايلت اللي بوصلونا البي والاي. ما نكفي بس يقول يكون اس بي اف عالي، لكن كمان تكون تحمي ايضا من الالترا فايلت اي، وما يعني نروح تحت الشائعات انه ال100 اكثر من ال50 وال70 اكثر من، يعني مش معناه انه مثلا كل ما كان اكثر العدد الرقم كل ما كان احسن. هو تم اتفاق على رقم 50 بلس. هلا معظم الواقيات الشمس العالميه عم بتكون 50 زائد وعم تعطي حمايه للالترا فايلت بي شبه كامله. طب خلينا نحكي عن سرطان الجلد، شو انواع سرطان الجلد؟ سرطانات الجلد الله يبعدها عن جميع المستمعين والمشاهدين، هي نوع معين من انواع الاورام اللي بتصيب الجلد والتي لا يستهان فيها، لانه في منها انواع بتكون كثير خبيثه. احنا كم نستهين في الجلد وما بتم فيه فحص دوري وكشف مبكر لكثير من المشكلات، مع انها منتشره جدا وبالذات في اماكن المعرضه للشمس. هلا انواعه في اكثر من نوع، في احنا عاده هم نوعين رئيسيين بسموها ميلانوما ونون ميلانوما. النون ميلانوما في اكثر من نوع، في البيزل سيل كارسينوما وشيء اسمه سكوامس سيل كارسينوما، انواع مختلفه، لكن احنا اللي بهمنا اكثر واحد سيريس او اكثر واحد بيأذي اللي هو الميلانوما سكين كانسر. طبعا لازم نعرف انه السبب الرئيسي لسرطان الجلد هو التعرض لاشعه الشمس، ومش بس التعرض المستمر كل الوقت كل السنه، هو مرات كثير في من العوامل اللي بتؤدي لهذا النوع من السرطانات هو التعرض القصير، يعني مدته قصيره بس بيكون انتنس، احنا بنسميه بريف اند انتنس سن اكسبوجر. يعني مثلا الصبايا والشباب اللي ما بيتعرضوا للشمس كل السنه لكن بفتره الصيف ممكن يتشمسوا ويحرقوا حالهم ويقشروا، هذا ريسك فاكتور، هذا واحد من التأشير اللي بيصير نتيجة الحرق، لأنه تعرض بوقت قليل لكمية جرعة عالية من هالأشعة، هذا بحد ذاته عبارة عن أحد الريسك فاكتورز أو العوامل الممكن لصنخلات تؤدي الخطيرة تؤدي للسرطان الجلد. طبعا بالإضافة في عوامل أخرى، يعني فاميلي هيستوري أو التاريخ المرضي بالعائلة كمان بيلعب دور وراثيا. في عوامل اخرى كثير كمان من نتيجه زي ما حكينا استعمالات كيماويات معينه، اذا كان بيستعمل واقي او لا، لكن مهم كثير انه اي شخص ينتبه على جلده. احنا بنعود المرضى يفحصوا حالهم بشكل دوري، كيف بنعلم المريضات يفحصوا بشكل دوري الاماكن معينه للكشف لا سمح الله عن كل الاورام، كمان الجلد عضو مهم بجسم الإنسان ولازم يتم فحصه بشكل دوري، المريض يفحص نفسه بشكل دوري حتى يكتشف أي لا سمح الله مشكلة من بدايتها، لأنه دائما اكتشاف المشكلة في بدايتها ممكن تكون كتير بساعد في حل بشكل جذري، أو ما في يعني ما يصير مضاعفات. قبل ما نكمل عنا كمان اتصال، وفاء من عمان. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيكي، من الكرك. أهلا وسهلا فيكي وفاء. بدي أسأل تفضل. بالنسبة لإلي وجهي كثير فيه كلف، وبعمل بستخدم واقيات وجهي تعبان. وفاء صباح الخير. أول أهلين يا هلا.
الكلف اكيد ما صار بيوم وليله وفاء، الكلف ظهر نتيجه تعرضك المستمر لاشعه الشمس بدون استعمال واقي بالزمانات، يمكن انت جديد عم تستعملي واقي، لانه لو من الاساس تم استعمال واقي بشكل صحيح من احنا وصغار يمكن احتماليه ظهور الكلف بيكون اقل. وما ننسى في عوامل اخرى لظهور الكلف غير اشعه الشمس، طبعا اشعه الشمس هو العامل الرئيسي، لكن في كثير عوامل اخرى، العوامل هاي منها هرمونات، تغيير هرمونات، ممكن بعض انواع العلاجات اللي ممكن تكوني اخذتيها، ادويه معينه بتزيد من نشاط صبغه الخلايا الصبغه في الجلد، ممكن كمان اذا صار في حمل، كنت متزوجه وحمل وولادات متعدده، كمان هذا بيساهم في ظهور الكلف. لكن عمل الشمس برجع هو الاساسي، تعرض للشمس اكيد بننصحك. هو بالاصل بعد اخر خلفه عندي لابني ظهر واحد صار عندي الكلف، زهر. هلا هو كان موجود يمكن بكميات بسيطه نتيجه الحمل والولاده وظهورك بالشمس وعدم يعني استعمالك للواقيات لفتره قبل الحمل والولاده، انت على عمر معين او بمرحله معينه يمكن بعد اخر طفل انت ميزتيها او شفتيها، لكن اكيد الخلايا كانت قبل نشيطه واكيد كانت عم تفرز شويه صبغه، عشان هيك هون بنيجي دائما بنقول الوقايه خير من العلاج. هلا اكيد اكيد في علاجات ستوفى، واكيد اول اهم علاج هو الواقي الشمس، لانه اذا تركتي حالك بدون واقيات يعني بتزيد، فهو اول شيء الواقي كعلاج انه ما بدنا اياه يزيد. هلا في علاجات ممكن تستعمليها بفتره المساء، دهونات مفتحه مقشره، ممكن نعمل في جلسات معينه ممكن تنعمل تساعد على انها تفتح شوي الكلف الموجود اوريدي، يعني نخفف منه، لكن الاساس في العلاج هو استعمال واقي الشمس زي ما حكينا بشكل منتظم يتكرر ويتجدد. مثل حالة ست وفاء، لازم بنهار هلا بفترة الصيف تستعمل زي ما حكينا داخل البيت وخارجه، ونستعمله وتكتره وتجدده كل 3-4 ساعات حتى وهي جوا البيت. واكثر اهم ساعات تركز فيها اللي هي بين الساعه 10 صباحا و4 ظهرا بعد الظهر عصرا، هاي اكثر ساعات بتكون الالترا فايلت بي مركزه. عندنا كمان اتصال دكتوره شيرين من عمان. الو الو مرحبا. اهلا، صباح الخير. صباح النور، احب اهنيكم على هالفقره. شكرا لك. بس أنا حابة أسأل الدكتورة من بعد إذنك. تفضلي شيرين. أنا عندي مشكلة النمس على الوجه. هلأ بلشت بالظهور من كان عمري 10 سنين، أنا هلأ عمري 23 سنة. العمر كله. مشكلة إنه بالصيف بيزيد كتير لون النمس، بغمق، وبالشتا بخف لون النمس. مزبوط مزبوط. بستعمل مستحضرات فيها الهيدروكينون. هلا بساعد انه بخفف لون النمس بس ما عم بيروح نهائي. اكيد. نصحوني بشغلتين، الكيميكال بيلينج اللي هو التقشير الكيميائي. مزبوط. او بالليزر، فشو نصيحتك كدكتوره؟ هلا اول شغله، النمش في عمل وراثي اكيد عندكم بالعيله، في وراثيا النمش موجود، والنمش زي ما ذكرتي بيظهر بعمر صغير. هلا الخلايا موجوده وكميه الصبغه يعني موجوده بهالمنطقه اللي فيها النمش، زي ما ذكرتي انت لحالك حتلاحظي بالصيف اذا ما حطيتي واقي رح تغمق، وبالشتاء لحالها مع قلة التعرض للأشعة رح تفتح. هلأ إنك تقيميها نهائي، عادة إحنا بنلجأ ل زي ما ذكرتي يا إما الليزر، طبعا أهم أحسن علاج هو الليزر، وعادة جلسات قليلة مش عدد كبير من الجلسات. التقشير الكيماوي حسب قديش دخلنا غميق قديش بخف، يعني إذا كان التقشير الكيماوي غميق ممكن النمش يروح بنسبة منيحة، إذا كان سطحي ممكن يفتح بس ما يقيمهم نهائيا. هلأ استعمال الهيدروكينون يعني أنا مش معاه كتير، لأنه الاستعمال المستمر للهيدروكينون فيه له مضاعفات كبيرة وله مشاكل، فما بنصحك تستعملي بشكل مستمر لفترات طويلة. بنصحك بالصيف هلأ تستعملي واقي شمس فقط، حطي زي ما حكينا كمية منيحة، نوعية واقي شمس تكون كويسة، SPF كويس عالي، يكون بحمي من الألترا فايلت A والB، تستعملي يكون طبي، تستعملي بشكل منتظم كمية منيحة، جدديها كل 3 ساعات خلال فترة الصيف، وإذا حبيتي خلال فترة الشتاء بتعملي اي واحد من دول اللي ذكرتيهم سواء ليزر او تقشير كيماوي، اكيد مش بفتره الصيف. شكرا لاتصالك. أهلا. يا شيرين. طب دكتوره، خلينا نحكي عن الكشف المبكر لسرطان الجلد، كيف ممكن نكشف عن سرطان الجلد لا سمح الله؟ زي ما حكينا لازم الشخص او اي انسان يفحص جلده ويفحص حاله، طبعا في طرق معينه للفحص، انه يفحص كل الاماكن، ما ننسى ولا مكان، ولا حتى خلف الاذنين، ولا حتى الكفوف الايدين او الرجلين،
كامل الجسم لازم ينفحص بشكل كامل، كل انسان بفحص نفسه امام المراه. اي يعني شامه او اي تصبغ او اي حتى ليجن احنا بنسميه يعني مشكله جلديه بشوفها، وبعرف انها هاي الشغله موجوده عنده صار لها فتره وما عم بتروح، وفيها واحدة من الاعراض هلا بدنا نذكرها، الاعراض اللي مش كويسه لازم يراجع طبيب الجلديه، هي اول شغله. هلا شو الاعراض اللي ممكن يشوفها اللي تكون مش مريحه؟ الاعراض المش مريحه انه لما ينتبه انه هالشامه او هالليجن اللي عنده عم بكبر بشكل كتير كبير بفتره زمنيه قصيره، هذا شغله مش مريحه. كمان اذا هذا النقطه الجلديه او الليجن الجلدي تقرح، نزل دم، صار يحك، تغير لونه، كثير مهم ينتبه على كل شخص يعرف شماته، يعرف انه هاي شامه مثلا تغير لونها، صار لونها غير متجانس. احنا عاده من يعني واحده من الساينز او واحده من العلامات السيئه انه الشامه عاده بتبطل لونها متجانس، ممكن حتى البوردر تبعها او ال 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 حدودها تبطل بطريقه كمان متجانسه او تبطل سيمتريك، تبطل على اليمين قد الشمال، يعني بصير مثلا تكبر من جهه وجهه ثانيه لا. هذا كمان عارض مش كويس. خلينا ناخذ اتصال. اوكي اوكي. الو، يعطيك العافيه. صبحيه، اهلا وسهلا صبحيه. بدي احكي مع الدكتور. تفضلي معاكي. صباح الخير صبحيه. اهلين هلا. انا بحبش اتعرض للشمس دكتوره، بحبش اشوفها نهائي. انت شو بتنصحيني؟ وانا معاكي. انا يعني مجرد ما الشمس تشوف بشرتي يعني بصير لوني غامق على طول. احنا حكينا بالاول في شويه فوائد للشمس اكيد مهمه، لكن المشكله انه مدار الشمس كثير اكثر من فوائدها، يعني نبعد عنها احسن. يعني ما في وقت معين مشان فيتامين د؟ انت بتعرف دائما هذا الموضوع اللي كنا لسه كنا عم نحكي، انا قبل الهواء عم نحكي انا وميس انه هاي هي الموضوع اللي يمكن حنخصص له يمكن حلقه ثانيه نحكي فيه مطولا، لانه هذا الموضوع كثير مهم نعرف انه مزبوط الشمس احد مصادر فيتامين د، لكن هي مش المصدر الوحيد. صح، واكيد بهمنا ناخذ فيتامين د وبهمنا نكون عندنا ما يكون عندنا نقص في فيتامين د، لانه فيتامين د كثير مهم للمحافظه على نسبه الكالسيوم والفوسفورس في جلدنا وفي جسمنا، وهذا مهم كثير يعني صحه العظام. لكن في مصادر اخرى لفيتامين د وحنحكي هذا يمكن الموضوع بشكل مفصل ان شاء الله. ان شاء الله. تابعينا صبحيه. شكرا لاتصالك. اوكي، كنا عم نحكي عن الاعراض كيف ممكن يبين انه في سرطان. زي ما حكينا هلا في قاعده رئيسيه احنا بالكشف بنعلمها للمرضى اللي هي الاي بي سي دي. الاي اللي هي لما نشوف احنا اي شامه، احنا بنعرف احنا عاده سرطان الجلد واحنا حسب معلوماتنا بالذات الميلانوما بيظهر بالاول على شكل شامه، ومرات كثير ممكن تتحول واحده من الشامات الموجوده اوريدي على الجلد لاحد انواع سرطان الجلد. لها دخل باللون؟ ممكن لون الشامه طبعا يتغير. السي هو اللي له علاقه نحكي على الاي بي سي هلا، هاي دي الاي زي ما حكينا اول شيء الاسيمتري او اللي هو عدم تجانس بالشكل، يعني اذا الشامه مدوره اذا انتبهنا انه على جهه معينه عم بتصير مثلا تدويره بطريقه النص اليمين غير عن النص الشمال، هذا بسموه اسيمتري، وبالتالي هذا واحد من العلامات السيئه. طب بصير ناخذ اتصال من ام يوسف. اوكي. اتصالات كثيره اليوم. الو. الو مرحبا. اهلا. لو سمحتي ممكن احكي مع الدكتوره؟ تفضلي معاكي. يوسف انا مش ام يوسف. يوسف 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 تبع الغيره. يوسف بدي اسالك دكتوره، انا بالصيف ايدي واجري بيعرقوا كثير يعني فوق الحد الطبيعي. بدي اعرف شو الحل الدائم لهي المشكله لانه بتغلبني كل صيف، يعني مش عارف شو المشكله. هلا احنا حكينا يمكن بواحد حكينا بواحده من الحلقات. صح. عن فرط التعرق. وهي مشكله معك حق، انا مشكله بتضايق ومحرجه لصاحبها اكثر شيء. العلاجات هلا في بتبلش علاجات كثيره، لازم بالاول تجرب علاجات موضوعيه، في شويه كريمات ولوشنز موجوده بالسوق كويسه ممكن تستعمل بالاول، بتبلش بشكل يومي بعدين بتصير تستعملها ثلاث مرات في الاسبوع، بتخفف من كميه العرق بشكل كثير منيح بالمناطق المتعرقه بالذات بمنطقه الكفوف والقدمين. في اذا هاي الامور ما استجبت كثير لها، في علاجات اخرى ممكن تبدا من استعمال مثلا ماده البوتوكس اللي ممكن تخفف كميه العرق، انتهاء ب ممكن عمليات جراحيه اللي هي تخفف من الاتصالات العصبيه اللي بتحفز التعرق بهاي المناطق.
صحيح. فلما صحك تبلش بالأول باستعمال صابونة طبية كويسة، شوية لوشنز منيحة بالذات من مستحضرات الأملاح الألمنيوم، أملاح الألمنيوم هي اللي بتخفف من التعرق. شكرا لاتصالك. سلامتك يوسف. شكرا. عم نضلنا نقاطعك دكتورة أسمين، احنا وصلنا لموضوع السي. كنا عم نحكي على A B C D E. الA حكينا على الاسيمتري اللي هو عدم توازن او الشامه، B هو البوردر او الحفه تاعت الشامه انها ما تكون منتظمه، نحس انه زي ما قلنا بلشت تكبر من محل اكثر من محل ثاني. السي هو الكلر، اللون اللي حكينا انه لما يصير اللون غير متجانس كمان هذه واحدة من العلامات السيئة للشمات، وبتظهر انه فيها عم بيصير في نمو خبيث او غير صحي. ال A B C D، دي هو الدايمتر، قديش حجم هذا قد حجم هذا الليجن او قديش حجم الشامة. طبعا الحجم اللي بنخاف منه اكثر من 6 مليمتر حجمها او قطر هالشامة. طبعا بعد الدي اي اللي هو ايفولفينج، انها عم تتغير. لما يبلش في اي تغييرات زي ما حكينا بتغير من شكلها، ممكن كانت على مستوى سطح الجلد وصارت فوق مستوى سطح الجلد، ممكن انها مثلا زي ما حكينا تقرحت صارت تنزل دم، ممكن صارت تحك، ممكن زي ما حكينا اي عرض من الاعراض اللي ذكرناهم. طب هون طبعا لازم المريض يراجع الطبيب المختص اللي بتم فحصه بشكل دقيق، وطبعا بنصحه الطبيب يا اما بشيلها يا اما بتابعها حسب شو يعني على طول انه يتوجهوا للطبيب. اكيد الوقايه زي ما حكينا هون او الكشف المبكر وازالتها حتى لو جراحيا بمراحل كثير اوليه كثير احسن، لانه بتؤدي الى علاج بشكل كامل. طب دكتوره سؤالي، في يعني كثير اشخاص يعني كل الناس اللي بتعرضوا للشمس يعني الا ما يطلع لهم شامات او مثلا عندهم نمش بكبر النمش، هذا دليل يعني عارض من الاعراض ولا لا؟ لا اكيد في انواع من الشامات الحميده جدا والنمش كمان حميد جدا يعني. طبعا هون بيجي دور الطبيب انه يقدر يميز اي شامه ممكن يكون شاكك فيها او ممكن يشوف انه هاي ممكن تتحول لا سمح الله. يعني حتى احنا بعد ما نتعرض للشمس بيطلع لنا شامات، يفضل انه يعني مجرد ما انه لقينا شامه زايده بالجسم او الشمات طبيعي تطلع من فترة المراهقة. عادة الشمات كشمات بتبلش مع الأشخاص بعمر المراهقة، وعادة بيكون في فاميلي هيستوري أو يعني تاريخ عائلي للشمات، بيكون بهالعائلة في معظم الناس عندهم شمات، بتبلش بعمر المراهقة وممكن يضل يطلع شمات جديدة لحد عمر 30-35. احنا عادة بنخاف من الأشياء أو من الليجنز اللي بتطلع على الجلد أو الشمات الجديدة اللي بتطلع فوق هذا العمر. لازم تتابع. لازم اما شمات بتطلع طبيعيه بعمر المراهقه والعشرينات بتكون طبيعيه بالذات اذا تم الكشف عليها ويعني وما عملت اي اعراض زي ما حكينا من كل الاشياء اللي ذكرناها، اكيد بتكون حميده وما في منها اي مشاكل. اكيد ان شاء الله دكتوره بالحلقه القادمه بنحكي عن فيتامين دي، هل هو ضروري انه ناخذه من الشمس ولا هو ممكن نستعيد عنه من خلال الغذاء او من خلال اشكال اخرى. شكرا لك دكتوره فريده طنوس اخصائيه الامراض الجلديه تجميل الجلد والمعالجة بالليزر. شكرا لك دكتورة. شكرا لك. كملين معاكم دنيا يا دنيا، فاصل قصير وراجعين.